صباح الخير. ان دو تخوا اخيرا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ثلاث جبنا واحدة أخرى طبعا الحل من بعد القماش كيخصني نرطب ونغطي البشرة ديالي لأنه كتكون شوية حمراء. سالينا نوضي تشقي بداو بيتسيليا هو الاول دوزو لبيتنا موراها تريتينغ عاد نمشيو للكوزينة. الصلاية ديال سيليا فاش كتصلي معنا في العشية في المغرب في العشاء وفي التراويح كتبغي تصلي معنا هادي هي الصلاية ديالها كنخليها لها هنا فوق الكرسي. قال لي غير نحط لها البيجامة اللي غتلبس منين تجي حيت كتجي كتلقاهم ديجا محطوطين. هاد اليامات بديت كنعلمها تلبس راسها يعني البيجامة ديالها التقيشرات البنطوفة ديالها كتلبسهم راسها كنحطهم لها هنا كتلقاهم ديجا واجدين كتلبس كدير البارفان ديالها كدهن وجهها ويديها. خليكم معايا نختاروا شي بيجامه تكون زوينه. انا كنت حماقه على فروزن ونحط لها هادي ديال فروزن. صورت هنايا ديالها ديالي وديال باباها مخرجينهم هكايا مع دوك التصاور الصغيرين ديال الباسبور وبقاو عندها هنايا كتبقى تلعب بيهم تبوسهم مره تستفهم مره تعلقهم في الثلاجه كنحطهم لها ديما في الدواء. سالينا البيت غنسد الباب ونمشيو للجهه الاخرى. هي التنظيم اللي ولات كدير الله يبارك بالنسبه لهادو دايره فيهم باندات هادي دايره فيها الفلايل وهادي دايره فيها دوك الباندات اللي كيكونوا جوج بحال ديال الكرينات. هنا كتحط لي برودوي ديالها راسها انا كنوريها مره مره كيفاش ترتب الحاجات وهي كتحط لي برودوي ديالها كاملين هنايا اللي كتحتاج لي بارفان ديالها هانتوما المشيطات ديالها كلهم مرتفاتهم هنا. هذه ديال اليدين البودر يعني الزيت كاع داكشي اللي كتحتاج لي بارفان كلشي كلشي داكشي اللي كتحتاج كترتبوه هنايا وداكشي اللي كتستعمل دابا راه دايره حاطه بارفان هنايا. كنعلمها انها حتى تسالي حاجه عاد كنجبدو حاجه اخرى. هادشي كله راه هي اللي كترتبو كتعزل هنايا الخواتم ديالها هنايا لي كولي وهنايا لي بغاسلي. هنايا علمتها انها تعزل لي جوي ديالها درت هاد لي باركيت هادو صراحه جاوني بخاتيك. هنايا درنا لي زانيمو هنايا درنا لي فواتور وهنا درنا لي ليغو وهنايا درنا دوك ديال الحمام اللي كتدخل معها الحمام ولا كديهم مع الحمام اللي على برا
باش كتلعب دوك البطاط وداك البيبي ديالها وداكشي. وهاد السليله هادي درنا فيها ديال الكوزينه اللي كنجبدو باش كنطيبو زعما، فهمتوني؟ صافي هادي حتى هي علمتها انها كل حاجه ترجع لبلاصتها. هكا انا كتنقص عليا بزاف ديال الحوايج، هادوك لي غيتار راه كتجبدهم تلعب بهم كتردهم تما، هادي باش كتنقي الزربيه ديالها هي اللي شراتها. هادي كنا داك النهار خارجين السوق وشراتها راسها، قالت لك باش دير نيطوي الزربيه، ما كيعجبهاش نيطويها ليها بالشطابه ولا بلاسبيراتور، كتنيطويها بهادي كوكسينيل، كتعيط لها كوكسينيل. صافي هنايا كتحط هاد لي جوي ديالها. وهاد الزرافه هادي بما انه فيها السلسله علمتها كنديرها فيها مشواخ، اون فوا كتحتاج مشواخ كتمشي لهاديك الزرافه كتجبدو، وهي اللي كترتب هادشي كله. هو هادو لي زيستوار ديالها كترتبهم هي الراسه، هكا كتعرف كل حاجه تطردها لبلاصتها. نتوما لي جوي كتردهم هي لبلاصتهم، كل حاجه كديرها في بلاصتها نتوما. هي كتحاول كنحاول نعلمها انها ترد كلشي لبلاصتو. هنايا عاوتاني هادو واحد الكولي غتحتاجو ان شاء الله. هاد السويك هذا درت ليها فيه القفطان ديالها والصبيبات، قلت لها حطيه هنا على قبل ان شاء الله عندهم 27 غيديروها لهم في ليكول، نقدر نشارك معكم الاحداث اذا مشيت. درتو لها هنا موجود مسدود وحطيناه هنايا باش منين تبغي السويك ديالها هكا موجود. كنحاول نعلم هذاك التاويل باش اي حاجه تردها لبلاصتها في الصباح كتردها ديال بلاصتها، كتحطها هنا لبلاصتها. صافي والخديات بعض المرات كتصايبهم، بعض المرات اذا كانت مغلوبه بالنعاس انا اللي كنقاد ليها الخديات وهذا الشيء وصافي. حاجه كنديرها في بيتنا في الصباح هي كنحيد المخلفات اللي كانوا ديال البارح على حسب الفيلم، راكم عارفين كل ليله وشنو كنتفرجوا، كنتبعوا مسلسل وفي نفس الوقت كنتفرجوا في شي فيلم هكا باش كناخذ واحد لينيرجي بوزيتيف وكنرتاحوا. ايوا باقي المخلفات ليه، ماشي بعدا نحيد هادو ونرجع نشوف الجهه ديالي انا، هادو راه غير جهه عادل. عرفتوا المخلفات اللي في جهتي انا لا ما دهشوا طبيعه الحال في باس وبزاف ديال الشوكولا وهاد فاكيه هادي صاشيه باش تعرفوني راه انا هي البيرات الكبيره كانت عندي صاشيه كامله. عرفتوا شنو راه جيت نشوف انا اللي كنت متحكمه في هاد الصاشي وداكشي كله اللي كان فيها. ايوا كذابي تيف كابسني الخرن اللي كنجمع هادشي بطبيعة الحال. سي الحاج راه كيفيق الصباح حيت عندو الخدمة، إوا كيوصل مع سي ديال ليكول. كنبقى أنا دابا عندي القراية حتى لحداش، خصني نكون ساليت ونشد الطريق للمدرسة قدو دروينه هادي بحال اللي كتشوفوا معايا. انا درت تما بيغو ديال ماشي بيغو غير واحد البلاكار كان بقى ليا وكنفكر شنو غندير ليه، درتو تمايا باش نقدر ندير المونتاج في خاطري، حيت واخا كنت كنمونطي في التلفازه، التلفازه تبارك الله النمره 55 وكتجيني صعيبه حيت كنجي جالسه هنايا في الناموسيه كتجيني صعيبه شويه في المونتاج، الوغ درت هنايا باش نبقى نمونطي. 1 2 3 سالينا غادي نعطرو الفراش. ايوا دابا شوفو فين جينا وما تضحكوش، الصلايه ديالي كيف ما صليت شال العبايه كلشي داكشي مليح. هنايا هادو باقي نخصهم، درتهم في السليله هادي باقي نخصهم العلالق، هذيك لافاليز عامره خاصها تحيد في خطره، دايره فيها شي حوايج لا يتحيدو. هنايا الحوايج راه بدات كتبان الدنيا لان تما درت هذيك لعيبه بحال هكا، وهنايا الحوايج راه تعلقوا بدات كتبان شويه القضيه، وخصني نجمع دابا الدروينه كامله. هاد الحوايج كلهم اللي مطويين هنايا ديال سيليا، حيت ديال سيليا كنديرهم لها في بيتها من غير الكسيبات هما اللي دايره لها هنا، ديكو خصني نجمع بعدا هاد الشيء ونعاود نتلاقاو. هي الفكره من انني درت كلشي بالعلاقات حيتاش فريمون عييت بالطويان، نتوما عارفين عندي السياتيك باش نبقى نجلس ونطوي نجلس ونطوي، واخا يطوي لي شي حد اخر ما
ما كيبردش ليا القلب كيف ما كنقولوا. المهم هاد البلاكار تنشاركوا معكم، من بعد راه مضروب كله بلي بوكس تقريبا، بقاو شي بليصات اللي حاطه فيهم غير الفراش ولي زور. الفكره من العلاقات انني باش نعطي شويه الراحه لراسي، حيت وليت كنفرسي على راسي لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. صافي ولا عادي مسكين تيقول لي لا ما تفرسيش على راسك، لا هادي لقينا الحل هو اننا نقدروا نعلقوا الحوايج كاملين حتى من البيجامات مع القامه. نتوما شوفوا يعني تقريبا كلشي، بقاو ليا غير شي حاجات اللي هما قلالين اللي ما كيقدروش يتعلقوا، هما اللي بقاو ليا درتو في لي تيغوار تحت في البلاكار، والفراش وديك الشيء درتو في لي تيطاجير تما ديال البلاكار وصافي. الباقي كلشي راه تعلق، تهنيت منهم صراحه. دابا بقاو لي غير ديال سيليا فيت في داكشي دكدك صغيور، دغيا كنطويهم وانا واقفه باش كنديهم لها لي بلاكار ديالها في البيت. هي بغات هكا كبيتها، قالت لي مامون داك النهار فاش كنا حيدنا كلشي راكم عارفين اللي وقع، قالت لي بغيت بيتي نقادو نحط فيه لي فيتمون نحط فيه هادي. قلت لها بنتي راه الكسيوات زعما ما عندناش كيفاش نديرو نطويهم، قالت لي لا علقيهم لي هنا، ولكن زعما الحوايج الاخرين نديرهم في بيتي. هي كتفرج في واحد الوليدات وكتبغي تقلد داكشي اللي كيديرو، الوغ ما كنخسرش لها خاطرها. صايبت لها داكشي اللي بغات وصافي، هي اللي كتختار اي حاجه ديال بيتها، كنخليها هي تختار باش تحمل مسؤوليتها وتكون شويه ريسبونسابل على الحاجيات اللي كتختار. ملي ما كتعجبهاش شي حاجه كتقول لي مامو جو في با سا، صافي ما بقيتش بغيتها وهادي. صافي كنقول لها وعقلتي راه انت اللي قلت لك عندك لو شوا واختاريتي هادي، انت شوازي صافي. يعني انت هي كتقول لي وي صافي، ولكن بغيت نبدلها كنخليها عاوتاني على خاطرها باش هكا تعلم في حياتها تاخذ القرارات ديالها لراسها وتحمل مسؤوليتها في القرارات، وتعلم ان من الاخطاء كنتعلموا. الا اختارت شي حاجه ما بغيتهاش من بعد يعني راه هي اللي عزلاتها في الاول، وهكا راه ما غتعجبهاش من بعد، هكا غتعلم بانني راه جربت ديك الحاجه وما عجبتنيش. فوالا هادشي اللي كاين. دابا غادي نجمع بعد هاد الحويجات ديالها نديهم لها البلاكار، ونجمع هاد الارضيه هادي، ولا غنمشي لماكينه الصابون نمشي ولا للكوزينه. واخيرا جمعت كلشي صافي ساليت، بقى لي غير ندوزت الشطيبه. هاد البلاكار درت لي هاد لي بوكس هادوك فحال اللي قلت لكم قبيله، ولكن باقي خاصني دي بوكس حتى هاد الشيء هذا ما بغيتش نحطو بحال هكا. هاد الشيء هذا كلشي غيدار في لي بوكس لي غلوغ ديالي وديال سيليا، كلشي باقي غنشري ليه لي بوكس بحال هادو. اول حاجه غنديرها قبل ما نخدم الغسيل هي نخدم الماشين انا فيه. بالنسبه للتيت كنديرهم من الداخل، الكويس شحال عزيز عليا دايره في البواطه ديال التيت باش كنبقى نجبد فيه التيت وصافي، وما كنبغيش ندير شي كاس واحد اخر كيعجبني الكويس. وغندير الجاريز ديال لي كولور حيت تبارك الله الحوايج ديال سيليا كيكونوا نقيين كيكونوا نقيين لواحد الدرجه عرفتي ما تخيلوهاش. غنخدمها بعدا هي الاولى عاد باش ديك الساعه ندوز نخوي لاغيسيل ونخدمها حتى هي ونرجع ندوز الماء يسخن. المهم راه بالنسبه للافابو كنستعمل هذا نورمالمون ديال الفرن ديال الفرن،
وديال هكايا الاسطح ديال الدوش، البقعه ديال الحوايج، اي حاجه فيها هكايا تسم ولا فيها شي بقعه. انا كنستعملو لافابو حيت ديجا الفرن عندي ديال الزاج، ما كنحتاجش نستعمل هذا، ولكن راه كيخرج على اليدين، هو زوين تيخرج لافابو كينقيه، ولكن كيخرج على اليديدات، يعني الا ما كنتش دايره ليهم. هو راه كيخرج لافابو كيشعل كيشقشق، ولكن كيخرج على اليدين في نفس الوقت، كيخرج لافابو واعر سيبو تيولي جديد، ولكن ما خصناش نخدمو في اليدين. بس واحد المسيحه خفيفه هكا نكون ساليت الشقه ديال اليوم، الله يجعل البركه. راه تقريبا 40 دقيقه باش ساليت هادشي كله. دابا غادي نمشي نجلس نتفرج شويه، نتكا واحد شويه عاد باش غنوض ديك الساعه ندخل الكوزينه ونوجد لي غنوجد خفه متربل. راه مسحت البوطه، مسحت البوطاجي، كلشي